تعالى الشبهة الرابعة قوله تعالى فحكم الجاهلية يبغون، قالوا عد الحكم والمنزلة جاهليا، والجواب لا إشكال أنه جاهل لأنه محرم، لكن لا يلزم من فعل فعال الجاهلية أن يكون الرجل كافرا ككفرهم. ذكر هذا أبو عبيد القاسم السلام في كتاب الإيمان، ومن أدلة ذلك ما ثبت صحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية ولا يلزم منه التكفير. وثبت في مسلم حيث مالك أبي عامر الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمة أمر الجاهلية يتركونهن، الفخر بالأحساب إلى آخره، ولا يلزم من وقع في ذلك أن يكون كافرا، فإن الأصل في الجاهلية أنها معصية ولا يقال أنها كفر إلا بدليل آخر، وليس هناك دليل ما يدل على أن هذه الجاهلية كفر كما تقدم. الشبهة الخامسة قوله تعالى إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، فقالوا الحكم لله فمن حكم بغيره فقد كفر، فيقال هذا حق لكن لابد أن يفهم معنى الآية. إن الحكم إلا لله يحتمل أن المراد الحكم الكوني أي التصرف في الكون، أن يكون هذا أن تكون هناك مصائب في الخلقة، أي الحكم الكوني يخلق هذا يمرض هذا تمطر السماء إلى آخره، فمن شارك الله في ذلك فهو كافر. ويحتمل أن المراد الحكم الشرعي أي الذي يحلل ويحرم هو الله، فمن حلل وحرم فقد شارك الله في أمر خاص به فكفر. ففرق بين من حلل وحرم وبين مجرد أن يحكم بلا تحليل ولا تحريم، وقد أشار إلى هذا المعنى ابن سعدي في تفسيره. الشبهة السادسة قالوا حكى ابن كثير رحمه الله تعالى الإجماع على أن الحكم بالياسة ويقال الياسق كفر أكبر، ذكر هذا في تفسيره وفي كتاب بداية والنهاية، فيقال هذا حق لكن هذا مبني على معرفة ما المراد بالياسة وما المراد بالياسق. الياسق أو ويقال الياسة هي أحكام وضعها جنكيز خان لقومه، يقول شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى هي لهم طريق موصل إلى الله كالمذاهب الأربعة، وذكر نحو من ذلك المقريزي في كتاب الخطط، فما كان كذلك فهو كفر أكبر لأنه زعمه دينا، أي هذا هو التشريع، جمع بين أمرين بين التغيير وزعمه دينا، لأن يزعم أن الطريق يوصل إلى الله وهذا كفر أكبر وخارج مورد النزاع، فلا يصح أن يقاس على هذا مجرد من وضع القوانين ولم يزعم أنها طريقا توصل ولم يزعم أنها طريق يوصل إلى الله. ففرق بين أمرين. وبهذا تنتهي أشهر الشبهات المثارة في مسألة الحاكمية، والله من تأمل هذه المسألة ودرسها علم أنها واضحة كوضوح الشمس في رائعة النهار، وأن ليس مجال للشك في القول بأنها كفر أكبر، لذا علماؤنا الكبار على تقرير بين بأنها كفر أصغر لا أكبر. ولا أريد أن أطيل في ذلك، فقد بسطت الكلام على مثل هذا في كتابي البرهان المنير في دحر شبهاتها التكفير والتفجير، وفي كتاب تبديد كواشف العني تكفير دولة التوحيد، وفي كتاب الإلمام في شرح نواقض الإسلام، فمن أراد، وفي محاضرة بعنوان نقض أصول القاعدة، فمن أراد المزيد فليرجع إلى ذلك. لا تخرجن على الإمام محاربا ولو أنه رجل من الحبشان، ومتى أمرت ببدعة أو زلة فاهرب بدينك آخر البلدان، الدين رأس المال فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران.